وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي بجريدة أخبار الخليج الأستاذ محميد المحميد. أستاذ محميد، بعد التحية، لطالما كان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله الداعم الأول للإعلاميين والصحفيين، لو تحدثنا أكثر حول هذا الموضوع. بداية أرفع أحر التعازي وعظيم المساءل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة آه البلاد المفتح حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى كافة أفراد العائلة المالكة الكريمة، إلى شعب مملكة البحرين الوفي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله. لا شك أن رحيل فقيد الوطن أثر فينا جميعا، لأنه كان بمثابة الأب للجميع المخلص للملك المفدى القريب من الشعب. قضى عمره في خدمة الوطن المواطنين، وهو رجل دولة من الطراز الأول، ساهم في بناء الوطن ونهضته، وأسهم في تقدمه وتطوره، وحافظ على وحدته واستقلاليته. خليفة بن سلمان قيمة وقامة، سيرة ومسيرة، ما نشهده اليوم من تنمية شاملة في مختلف المجالات أسسها الأمير الراحل. لا نستطيع أن نختزل أعماله وإنجازاته في هذا الموقف، فهو ذو عطاء كبير وحافل سيظل يذكره الشعب البحريني ويدونه سجل التاريخ الوطني في صفحاته المضيئة. بالنسبة لنا كصحفيين وإعلاميين، فإن المواقف والتواصل التي شهدناها من سموه رحمه الله كثيرة وعديدة. حكمة سمو الأمير رحمه الله جعلت من الصحافة والإعلام الوطني في الصف الأمامي. كان دائما ما يشيد بالصحافة والإعلام والكتاب ويدعمهم ويحثهم على مواصلة دورهم ومسؤولياتهم. حديث وتوجيهات للصحفيين كانت بند أساسي في مجلسه العامر وفي كافة المناسبات. كان رحمه الله مهتما بلقاء الصحفيين والإعلاميين وحتى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لإيمانه بأن للإعلام دور فاعل في بناء الوطن ونهضته، وحرصه على استثمار الإعلام لخدمة الوطن، وهذا نهج بارز في مملكة البحرين. كلمات الخالدة ستظل محفورة في عملنا، في تواصلنا، في بث هموم المواطنين، في الدفاع عن هذا الوطن الغالي، في قلب وعقل ومشاعر كل صحفي وإعلامي وكل مواطن بحريني مكانة خاصة للقيمة والقامة اسمها خليفة بن سلمان، الذي أحب وطنه وقيادته وشعبه وبدله الجميع بكل الحب والوفاء. مواقف كثيرة والحكايات أكثر. أذكر أنه دائما لما احنا نكتب مقال معين عن وزارة معينة يأتينا اتصال من ديوان سموه يؤكد لنا أن سمو رئيس الوزراء قرأ المقال وتابع الأمور هذه ويطلبون منه التفاصيل، وهذا تأكيدا على حرصه واهتمامه. في العام الماضي تشرفت بالفوز بجائزة خليفة بن سلمان للصحافة عن أفضل مقال، تسلمت منه الجائزة ووجه لي عبارات الشكر والثناء وحثني على الاستمرار في الكتابة دون انقطاع، وأن تكون حرية الرأي والتعبير المسؤولة هي المنهاج الوطني. نعم. البحرين بإذن الله سبحانه وتعالى ستظل مستمرة في مسيرة تنمية شاملة كما أراد وكما عمل وكما كرس حياته سمو رحمه الله. هذا التفاعل الكبير البحريني والخليجي والعربي والدول الذي نشهده اليوم يؤكد المكانة الرفيعة لسموه، كما يؤكد مكانة البحرين لدى الجميع، وهذا درس حفظناه من سموه. حتى عندما ينال جائزة أو وسام كان رحمه الله يتقدم بإهدائه إلى جلالة الملك المفدى وإلى البحرين. هذا درس وطني رفيع في الإخلاص والوفاء والسمو والنبل وصدق الولاء والانتماء. هو والد الجميع، القريب من شعبه، صاحب الأيادي البيضاء، الرئيس المخلص للملك المفدى. كان شقيقا للخليجيين والعرب والمسلمين وصديق للعالم والبشرية. كان حامل راية السلام والحوار وزعيم الضمير الإنساني والتنمية. خليفة بن سلمان هو وطن داخل وطن، مكارمه لا تنسى، إنجازاته وتضحياته لا تعد ولا تحصى، مآثره خالدة، مواقفه راسخة، سيحفظه له التاريخ الوطني عبر الأزمان. نعم. ختاما، بقدر شعورنا بالفخر والاعتزاز بوجوده في حياتنا من فتحت عيوننا على هذه الأرض الغالية، فإن الحزن والأسى كبير، ولكننا لا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لله وإنا إليه راجعون. خليفة بن سلمان رحمك الله، البحرين لن تنساك. بكل تأكيد الكاتب الصحفي بجريدة أخبار الخليج الأستاذ محميد المحميد، الحديث يطول، ومناقب صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمة الله عليه لا توفيها هذه الدقائق. الأستاذ محميد المحميد الكاتب والصحفي بجريدة أخبار الخليج، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار.
شكرا جزيلا لك.